بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اهلا بكم في اسرتي ايقونه في الكنيسه. نتكلم النهارده عن الوصيه التي تسمعها العروس في طقس الاكليل المقدس، وهذه الوصيه اللي بتعتبر اخر خطوه قبل الخروج من الكنيسه للعروسين، وبعد ما الاب الكاهن ادى الكاهن وصية الكاهن للعريس بينظر إلى العروس وكابنة للكنيسة، بيكلمها بروح الأبوة وهي بتسمع بروح البنوة، ويقول لها أنت أيتها الابنة المباركة العروس السعيدة، أنت النهار يوم في يوم فرحك وفي يوم إكليلك مع زوجك في سعادة وفرح، فهذه السعادة والفرح تتحول في حياتنا إلى روح فرح وروح نجاح مستمر. قد سمعت ما أوصي به زوجك، وهو خد المسؤولية وخد عنك كمان وصية أن يكون حنون عليك، فأنت تقبلي هذه المشاعر بفرح وتردها له بفرح أكتر. فيجب عليك أن تكرميه وتهبيه ولا تخالفي رأيه، بل زيدي في طاعته على ما أوصي به أضعافا. وهنا بنجد الكنيسة بتشير للزوجة بالاحترام، بتوصيها بالاحترام. المهابة هي الاحترام، بأنها تقدر آراءه، تقدر نظرته للأمور، وتقدر تعبه ومجهوده من أجل إسعاد الأسرة، وأيضا تساعده في هذا بقدر ما تستطيع، وأيضا تحتمل ضعفاته لو كانت في وقت من الأوقات إمكانياته محدودة، أيضا تسنده في هذه الأمور. لو تستطيع أنها تسنده أيضا في احتمال أعباء الأسرة، يبقى ده برضو نوع من الاحترام والتقدير والتكامل. تكرميه وتهابيه. الزوجة الصالحة لو قرينا في سفر الأمثال بتكرم زوجها ويكون زوجها مكرم في كل مكان. ربنا يدينا وقت وندرس هذه الصورة، صورة المرأة الفاضلة من سفر الأمثال. لا تخالفي رأيه. من حق الزوجة أنها تقول رأيها، من حق الزوجة أنها تعلن رؤيتها في الأمور، ولكن إذا كان الزوج كمسؤول أول له رأي مخالف تقبله وتساعده فيه، وممكن بعد كده تزود عليه، ممكن بعد كده مع بعض يغيروه، لكن مهم جدا أن يكون في قائد للأسرة. تكرميه وتهبيه ولا تخالفي رأيه، بل زيدي في طاعته على ما أوصي به أضعافا. يعني زودي محبتك. دايما الزوجة بتمثل الحنان أكتر والمحبة أكتر والقلب الكبير اللي بيقدم لزوجها ولأولادها كل ما في حب واهتمام. فقد صرت اليوم منفردة معه وهو المسؤول عنك بعد والديك. وعبارة منفردة معه المسؤول عنك من بعد والديك درس مهم جدا، إن الزوجة أصبحت مرتبط بزوجها وليس ارتباطها بأهلها يفوق هذا، لأن بتحصل مشاكل كتير من الأمر ده. ترتبطي بزوجك وترتبط بزوجتك وتكونان مع بعض أسرة واحدة مستقلة، تنظموا علاقاتكم مع المجتمع ومع أولادكم ومع أعمالكم ومع أهلكم أيضا، بحيث أن الزوجة يبقى انتمائها لزوجها وليس لأسرتها اللي ليها كل محبة واحترام، لكن بدأت اليوم مرحلة جديدة فيها انتماء جديد مع زوجها. وهو المسؤول عنك بعد ولديك، فيجب عليه أن تقابلي بالبشاشة والترحب. هنا وصية تاني، الزوجة دايما تفرح بلقاء زوجها وتقابله بكل محبة، حتى لو في متاعب، حتى لو في مضيقات، أول ما تقابله لازم تحسسه بمحبتها. لو لم يشعر بهذه المحبة هيحصل فجوة كبيرة بينهم باستمرار البشاشة والترحاب. ولا تضجري في وجهه، مفيش تكشير، مفيش حزن، مفيش كآبة، لكن في باستمرار ابتسامة ورضا وشكر وامتنان لمجهوده وتعبه، لأن هو هيبذل أيضا كل مجهوده من أجلها. ولا تضيعي شيئا من حقوقه عليك. وهنا بتشير إلى الحقوق الزوجية في العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، تكون بارتضاء وبشكر وبتفاهم وبتكامل وبإسعاد بعضنا لبعض. وتتقي الله في سائر أمورك معهم. هنا الخضوع لوصية ربنا، زي ما الزوج بيخضع ككاهن وراعي الأسرة لوصية ربنا، كمان الزوجة تتقي الله وتخضع له، لأن الله تعالى أوصاك بالخضوع له وأمرك بطاعته بعد والديك. فكوني معه كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي. وهنا الخضوع المحبة،
عندما تجد الزوجة في زوجها محبة واهتمام ومسؤولية، بالتأكيد هتفرح بهذا وتخضع له لأنها تقدر تعبه من أجلها. فنظر الله إلى طاعتها، وأيضا هنا الكنيسة بتشير للزوجة لبركة ربنا في حياتها وفي حياة أسرتها، وبارك عليها وأعطاها إسحاق بعد الكبر، وجعل نسلها مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. فإذا سمعت ما أوصيناك به واتبعت جميع الأوامر، أخذ الرب بيدك وأوسع في رزقك وحلت البركات في منزلك ورزقك أولادا مباركين يقر الله بهم عينيك، زي ما في خضوع في بركة أيضا نتيجة المحبة والخضوع والحياة المشتركة. وكانت تخاطبه يا سيدي، أمنا سارة كانت بتطيع زوجها وبتنتقل معه من مكان لمكان وبتحفظ وصيته في حياتها وتحاول ترضي الله في تعامله معه. هذا هو المقصود بأنها كانت تخاطبه يا سيدي، بمعنى أنه هو قائد الأسرة وراعي الأسرة والمسؤول عنها. الله يعطينا روح المسؤولية وروح المحبة وروح الخضوع المقدس، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.